لو نوليو شويه لورا رونار نظن باللي ما كانش ما خدمش افريقيا فكروني امين مع زومبيا مع زومبيا عمرو ولا خدم في افريقيا لا كان مساعد في 2008 مشى مع كلود لوروا الى غايه نصف نهائي كاس امم افريقيا مع منتخب غانا لك هو لما اول كان انا احكي كمدرب او طينور اونشاف لا كان مدرب اول كان مدرب اول ما كانش عنده تجربه لما اجواء ولكن لما خدم الفريق وحكم الفريق يعني اول تجربه تاعو مع زومبيا المنتخب زومبيا انا ذاك كان منتخب يعني ماهوش قوي جدا متواضع ولكن الظروف خلاته باش ينجح ما قاله الإعلام الجزائري عن اقتراب إقالة الناخب الوطني وليد أركراكي من المنتخب المغربي وسعي المدرب الفرنسي هيرفي رونار. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. أنا بالنسبة لي كان مدرب ناجح ومدرب فاشل. ما هي الظروف ميدو؟ أولا لازم يكون عندك اللاعبين تاع جودة عالية ومن بعد الانفيرونمون المحيط تاع المنتخب هذايا ومن بعد زيد كاين شروط توجي على المدرب لازم تكون عنده شخصيه قويه لازم الشجاعه لازم لونيتي العدل ما بين 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 اللاعبين هذو هما اللي يخليوك تحكم في المجموعه يعني ما تكون شجاعه عندك تحكم في المجموعه وخاصه العداله واليوم الشخصيه اليوم مدرب اللي ما عندوش شخصيه ما نضمنش راح ينجح في اي منتخب ولا اي فريق مهما كانت القيمه ديالو. بعد ودية سيكون من أنغولا وموريتانيا ظهر المنتخب المغربي بأداء سلبي وتراجع في المستوى وأيضا انعدام الحلول التكتيكية لمواجهة منتخبات تلعب بتكتل دفاعي في الخلف إلى جانب الإخفاق الأخير في كان الكوت ديفوار. كل هذا فسح باب الانتقادات ضد الناخب الوطني وليد أركراكي صاحب الخطة الواحدة كما أصبح يسميه المغاربة محملين إياه تراجع مستوى المنتخب المغربي رغم أنه يمتلك لاعبين بجودة عالية وعلى رأسهم حكيم زياش وإبراهيم دياز بالإضافة لأشرف حكيمي وإلياس بن صغير. وما يروج حاليا من طرف مجموعة من الصفحات الرياضية المغربية وإقالة الناخب الوطني وليد أركراكي وتعويضه بالمدرب الفرنسي هيرفي رونار خاصة وأنه عبر مؤخرا عن رغبته في قيادة منتخب بالنسخة القادمة من كأس العالم. لكن لا شيء مؤكد في الوقت الحالي عن إقالة الناخب الوطني وليد أركراكي في انتظار التأكيد الرسمي من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهذا الأمر يبقى مستبعدا في المرحلة المقبلة.